أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي، أهلا بكم في سلسلة دروس الفيزياء. في الدرس السابق إحنا كنا اتكلمنا على حل بعض المسائل والأمثلة باستخدام قانوني كيرشوف لحل الدوائر الكهربية. في الدرس الحالي هنستكمل حل هذه المسائل بأمثلة جديدة. أول مسألة هنتكلم بنقول في الدائرة الموضحة بالشكل استخدام قانوني كيرشوف احسب كل من ال V B1 وال V B2 ال V B1 وال V B2 ال V B1 اللي هو القوة الدفع الكهربية للبطارية دهية وال V B2 القوة الدفع الكهربية للبطارية، وبعد كده بيقول لي احسب لي فرق الجهد ما بين النقطتين A و B. طيب المسألة دهيت أنا بسميها اسمها المسألة العكسية. في المسألة الأساسية أو في المسألة يعني في الاتجاه الصحيح أنا بديك القوة الدفع الكهربية وبقول لك أنا عايز التيارات. هنا أنا اديتك التيارات وعايز القوة الدفع الكهربية. خلاص، فدي بنسميها المسألة العكسية. وفي الغالب المسألة العكسية ديت يعني ايه بتلخبط شوية، يعني بالظبط المسألة العكسية ديت يعني لو حبينا نمثلها لما بقول لك يعني 3 زائد 4 بتساوي 7، دي مسألة في الاتجاه الصحيح في مسألة الجمع. لكن لو انا قلت لك 3 زائد كام بيساوي 7، فانت هتقول لي ايه، طب احنا هنجيب 7 ناقص 3 هتساوي 4. دي انا بسميها المسألة العكسية لمسألة الجمع. فهنا دي المسألة العكسية لتطبيق قانون كيرشوف أو قانوني كيرشوف. المسألة التقليدية إن أنا بديك الجهود بتاعتي وأنت بتطلع لي التيارات. هنا أنا بديك التيارات وبقول لك هات لي الجهود بتاعك أو القوة الدفع الكهربية بتاعت الإيه؟ البطاريات اللي عندك. تمام؟ طيب أنا هنا هو مديني إيه؟ مديني التيار أي واحد. واتجاهه إيه؟ إحنا اتفقنا إن الفرع بيبقى التيار في نفس الاتجاه. فهو هنا مديني ان الاتجاه بتاعي جاي كده، يعني معنى كده ان ده التيار اي واحد، يعني ده التيار اي واحد، ده التيار اي واحد، ده التيار اي واحد، يعني انا عندي التيار اي واحد ماشي بالظبط في اتجاه عقارب الساعه، وعندي اي 3 نازل لتحت وما اتكلمش خالص عن اي 2. فاحنا ببساطة شديدة جدا هنقول ان من قانون كيرشوف الاول اللي هو قانون حفظ الشحنات ان احنا عندنا ان مجموع التيارات اللي داخلة للنقطة بي بيساوي مجموع التيارات اللي خارجة من النقطة بي. فانا هفترض ان انا عندي التيار اي 2 خارج، وده فرض مش شرط ان يكون صح، هفترض ان اي 2 خارج واي 3 خارج. فبتطبيق قانون كيرشوف الاول هيبقى عباره ان انا عندي اي 1 بتساوي اي 2 زائد اي 3. اي 1 بتساوي كام؟ بتساوي 1.4 من 10 امبير. اي 2 بتساوي كام؟ ما اعرفهاش. اي 3 بتساوي كام؟ بتساوي 8 من 10 امبير. يبقى معنى الكلام ده هو ايه؟ ان انا عندي اي 2 بتساوي 1.4 من 10 ناقص 8 من 10 يعني بتساوي 6 من 10، وبالموجب 6 من 10 بالموجب يعني ايه؟ يعني الاتجاه بتاعي صحيح، يعني اي 2 هنا هو بتساوي 6 من 10 امبير وهي فعلا خارجه من النقطه دي. تمام؟ يعني كما لو كان ان التيار هنا داخل في البطاريه 2، يعني ما معناه ان البطاريه 2 انا بشحنها، وهنا البطارية واحد التيار خارج منها يعني هي بتفرغ الشحن بتاعي. تمام؟ طيب فأول حاجة احنا جبناها جبنا الايه؟ الاي 2. طيب عايز اجيب في بي 1، اقول لك طيب ماشي ببساطة شديدة جدا، انا عندي هنا اهوت التيار اللي بيمر عندي هنا اهوت ايه؟ ده اي 1 خلاص، وعندي فرق الجهد في بي 1 ده انا معرفوش، وعندي مقاومة داخلية 1 اوم. طب ايه رأيك لو انا عملت مسار مغلق؟
وعملته في اتجاه عقارب الساعة، وسميت المسار المغلق ده المسار رقم واحد. تعال نطبق قانون كيرشوف لحفظ الطاقة على المسار المغلق ده. هنقول إن الجهود بتاعة القوة الدفع الكهربية بتساوي الفرق الجهد اللي بيقع على المقاومات اللي عندي. طيب الجهود اللي عندي إيه؟ عندي في بي واحد بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. بالموجب ليه؟ لأنه اتجاه الفي بي واحد في نفس اتجاه المسار المغلق، فيبقى الفي بي واحد بالموجب. الفي بي واحد بكام؟ والله ما اعرف، ده دي اللي انا عايزها. طيب بتساوي ايه يا سيدي؟ بتساوي فرق الجهد بتاعي اللي واقع في الدايره. طب اول فرق جهد واقع عندي في الدايره فين؟ في المقاومه الداخليه اللي موجوده عندي. في المقاومه الداخليه، عندي اتجاه التيار اي واحد في نفس اتجاه المسار المغلق اللي انا عملته، فيبقى الاي واحد بالموجب، اي واحد مضروب في واحد امبير، في واحد اوم اسف، زائد اي واحد مضروبه في 4 اوم، اي واحد مضروبه في 4 اوم. طيب اي 3، اي 3 في نفس اتجاه المسار المغلق، تبقى زائد اي 3 في انهي مقاومه يا عم؟ في ال 10 اوم. طيب اي 1 بكام؟ اي 1 على حسب الكلام 1.4 امبير في 1 اوم، زائد 1.4 امبير في 4 اوم، زائد اي 3 بكام؟ 8 في كام؟ في 10. يبقى ديت عباره عن انها 1.4 زائد 1.4 مضروبه في 4 زائد 8 مضروبه في 10، 8 مضروبة في 10 تبقى 8، يبقى المجموع بتاعي 15 فولت. يبقى أنا طلعت إن قيمة الـ VB1 بتساوي كام؟ 15 فولت. طيب كده جبنا الـ VB1، هات لي الـ VB2. الـ VB2 هاجي على المسار الخارجي ده واعمل لي مسار مغلق هسميه المسار رقم 2، واحنا اتفقنا ان قيمه التيار اي 2 انا كنت طلعتها كام يا سيدي؟ انا كنت طلعت قيمه التيار اي 2 6 امبير، 6 امبير، تمام. طيب هنا هوت ادي اي 2 ماشي في الاتجاه ده، كم قوه دفعه كهربيه موجوده عندي في المسار المغلق ده؟ مفيش عندي غير في بي 2، في بي 2. طيب في بي 2 في اتجاه المسار المغلق ولا عكسه؟ لا عكسه. يبقى معنى كده هوت ان قوه دفع كهربيه عندي هنا هتتمثل باشاره ناقص. ليه؟ لانها عكس المسار المغلق. بيساوي التيار اي 2 في المقاومه 4 اوم، اي 2 في 4 اوم. طيب اي 2 في اتجاه المسار المغلق، يبقى دي بالموجب، زائد اي 2 في المقاومه الداخليه بتاعه البطاريه، واحنا اتفقنا ان اي 2 موجب، ماشي. طيب هنا هو المسار المغلق بتاعي ماشي في عكس في اتجاه عقارب الساعه، لكن اي 3 ماشيه في عكس اتجاهه، تبقى هنا هو اي 3 ايه؟ الناقص، ناقص اي 3 مضروبه في المقاومه مين؟ اللي هي ال 10 اوم. يبقى انا عندي ناقص في بي 2 بتساوي 6 في 4 زائد 6 في 1 ناقص 8 في 10. تعالى نحسب بقى الكلام ده هوت مع بعضه، هيطلع كام يا سيدي؟ 6 في 4 زائد
ستة من عشرة ناقص تمانية طلع بيساوي كام؟ طلع بيساوي ناقص 5 فولت. يبقى أنا عندي ناقص VB2 بتساوي ناقص 5 فولت، أو بمعنى آخر إن VB2 بتساوي كام؟ 5 فولت. تمام؟ يبقى إحنا جبنا VB1 طلعت ب 15 فولت، وجبنا VB2 طلعت بكام؟ ب 5 فولت. طيب، عايز فرق الجهد ما بين النقطتين E و B. طب فرق الجهد اللي ما بين النقطتين A و B ده هجيبه ازاي؟ بسيط، أنا عندي فرق الجهد في إي بي، فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي. طب أنا عندي تيار هنا بيمر 8 من 10 في مقاومة اللي هي العشرة، يبقى أنا الموجب بتاعي فوق والسالب عندي تحت، يعني فرق الجهد بالمقلوب. ده التيار، ده فرق الجهد. خلاص؟ فأنا فرق الجهد اللي عندي ده السالب وده الموجب، ماشي؟ كمقدار الـ V بتاعتي هتساوي الـ I 3 مضروبة في الـ 10 أوم. يعني 8 من 10 مضروبة في 10 أوم. يعني بتساوي 8 فولت. ده كمقدار. لو أنا بالظبط بقى عايز فرق الجهد ما بين النقطة E والنقطة B، يعني عبارة عن إنه VE ناقص VB، ده هو عبارة عن إنه عكس اتجاه الفولت ده، يعني هو بيساوي في الحالة دهيت ناقص المقدار ده ناقص 8 فولت. يبقى أنا الـ VEB اللي هو فرق الجهد ما بين E وB هو عبارة عن ناقص 8 فولت. مقدار الجهد ما بين النقطة B وE اللي هو الاي 3 مضروبه في العشرة اللي هي ال 8 فولت، ده المقدار. انما كمقدار وفيز او يعني واتجاه او اشاره، الفرق الجهد ما بين اي وبي هو ناقص 8 فولت. هو كان عايز فرق الجهد، انا مش عارف بصراحه ربنا، هو على حسب الكلام المكتوب يبقى هو بي واي، يعني لو انها في بي اي، في بي اي هتبقى في بي ناقص في اي هتبقى ازاي ال 8 فولت. ماشي، باعتبار ان احنا بناس بنتكلم بالعربي فهنقراها من اليمين للشمال. فرق الجهد ما بين ال V وال E يبقى هو VB E VB ماينس VE، يعني فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي يبقى من الموجب للسالب، يبقى هو فعلا ال 8 فولت. ماشي، يعني ال VEB دهيت ممكن ما تبقاش محتاجينها لو اننا قرينا بالعربي فرق الجهد ما بين B و E. ماشي تمام.